توقع كده النصوص اللي على البخت السيني دي كده قد ايه؟ توقعك هيطلع صح ولا غلط؟ هيتحط في البخت السيني من احلى واجمل الافكار النهارده ان شاء الله باذن الله. تزور فيديو جميل جدا 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 الساعه 9:30 او 10 بالليل ان شاء الله باذن الله، احلى واقوى مشروع في الوطن العربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحلى متابعين في الدنيا. قبل ما نبدأ نقول صلى على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، زيد النبي صلى عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله جاي لكم بفكرة مشروع حلوة جدا برضك، منتج باتنين جنيه، أفكار فيه أفكار حلوة جدا سهلة وبسيطة من قلب البيت لكل شاب وكل ست عاوزة تزود الدخل في الغلا اللي احنا فيه. ربنا يا رب يرزقهم ويوسع علينا وعليكم يا رب العالمين، وشكرا على كل الكومنتات الكويسة اللي بتكتب لي، وبرضك شكرا على كل الكومنتات السلبيه اللي بتتكتب، الله يسامحهم ويسهل لهم. بجد انا مبسوط بالناس اللي معايا المحترمه الكويسين. بشكر اخويا الحسن ابو الحسين، قناه مشاريع وابتكارات من شارع بين حارات، والشخصيات المحترمه قوي 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 قوي. معلش تاخرت عليكم بشويه الافكار، بس رجعت لكم فكره حلوه جدا 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 ما شاء الله. اول فكره معانا الكوره دي، الكورة الشوكولاتة دي هتتحط في البخت الصيني. خليكم بس تابعوا معانا الفيديو كده، فيها مكسب وفيها افكار حلوة جدا جدا. دي اول فكرة معانا ان شاء الله في البخت الصيني، افكار حلوة جدا هتتحط. ازاي؟ هنقول لكم. المنتج ده هيتباع بكام؟ هيتباع باتنين جنيه، هيبقى ماشي حلو جدا ما شاء الله تبارك الله. معانا ايه تاني؟ معانا الساعة الجميلة دي، حلوة قوي الساعة دي، كان على عاملة ضجة جامدة قوي اللي هي بتاعة الاطفال الالوان دي اهي ما شاء الله. دي بتمانين جنيه، الله اعلم كمان هتنزلوا تلاقيها رفعت ولا لا، كل يوم الحاجة بترفع. فكرة الساعة دي بتتحط، منتج حلو جدا للطفل، حلو جدا جدا جدا. خليكوا بس معايا لحد الاخر. معانا الميكي، حلو جدا بيتحط وتحط معاه حاجة تانية في البخت الصيني ويبقى منتج باتنين جنيه، جميل جدا. معانا البالونة الكبيرة اهي ما شاء الله تبارك الله، كل ده يتحط في البخت الصيني. وخليكم معايا هنحط افكار كتير واكتر واكتر. الوش ده جميل جدا جدا جدا، وانتظرونا هنصور في محلات جديده ان شاء الله في شارع بين الحارات. معانا المسطره، حلوه قوي ما شاء الله، فكرتها حلوه جدا برضك في قلب البخت الصيني، تتجاب ب 45 جنيه العدد المية بتاعتها، حلو جدا. الفكره الجميله الحلوه قوي برضك الحلق، الحلق ده الباكت كده ب 10 جنيه في 10، حلو جدا ما شاء الله. لو اتحط برضك في البخت الصيني واتباع باتنين جنيه هيبقى حلو جدا، في له متعش حلو قوي. الفكره اللي بعد كده معانا الفلوس، معانا الفلوس اهي. معانا دولت 5 جنيه، 5 جنيه انصاص هيتحطهم برضك في قلب البخت الصيني. خليكم بس معايا كده ان شاء الله باذن الله هتشوفوا افكار كتيره جدا في قلب الفيديو. اتفرجوا على الفيديو بس لحد الاخر ان شاء الله هيعجبكم باذن الله. معانا ايه تاني؟ معانا حاجات كتير قوي 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 قوي. معانا الاسوره دي، حلوه جدا تتحط في البخت الصيني. معانا الكوتشينه، حلوه قوي تتحط في البخت الصيني. معانا العربيه، حلوه قوي تتحط في البخت الصيني برضك، حلوه ما شاء الله تبارك الله. معانا الاسكوتر ده كبير قوي، بص ما شاء الله برضك هتحط. كل ده منتج بقى باتنين جنيه، مبقاش فيه حاجه بجنيه دلوقتي خلاص. معانا لعبه اليو دي اهي ما شاء الله تبارك الله، الفيديو بس انتظروه كده لحد الاخر. معانا الاسوره الجميله دي بالواناتها دي، حلوه جدا بتتجاب ب7.5 جنيه من عند اولاد وجد سلامه، حلوه جدا ما شاء الله تبارك الله. معانا افكار كتير، معانا البالونه، معانا النبله، وفي نبله نزلت اكبر من كده ممكن تجيبها تحطها ما شاء الله تبارك الله. معانا افكار كتيره ممكن تحطها. معانا بقى ايه الحاجات اللي هي بالكيلو دي اهي ما شاء الله تبارك الله. معانا بقى فكره ثالثه اهي، شيكابون يتحط مع الحاجه، هنقول لكم هيتحط برضك ازاي ما شاء الله تبارك الله. معانا السفاره، معانا اللي هي دي بتاعه الاهلي الاهلاويه، وفي منها اشكال وزي الفلوس، ومن الظهر بتاعها كوتشينة، حلوة جدا ما شاء الله تبارك الله، حلوة قوي برضك الأطفال منها تعرف اللعيبة ومنها تعرف تعمل كوتشينة. معانا الحاجات دي تتحط برضك من المدارس، حلو قوي القلوب والحاجات دي الإكسسوارات دي ما شاء الله، تتحط على الكشاكيل بتاعة الأطفال تدي شكل وبهجة حلوة. معانا الكوتشينة، الكوتشينة الجميلة دي أهي ما شاء الله تبارك الله. فكرة بقى الفلوس تتحط إزاي؟
دول 5 جنيه. ال5 جنيه دي بيتحط في كل واحده، يعني في كل كيس تحط نص جنيه ومعاه حاجه تانية. هنقول لكم دلوقتي هنعمل ايه عشان تبقوا معايا بس ايه في الفيديو. انتظروا بس الفيديو لحد الاخر، لو طلع لكم شويه معلش استحملونا. معانا التوكه بتاعت الشعر الاطفال دي حلوه جدا ما شاء الله، خليكم معايا اليوجو دي حلوه قوي ما شاء الله تبارك الله. هنقول لكم على حسبه ازاي الافكار اللي معانا، خليكم معايا. معانا طبعا الورقه اهي ما شاء الله تتحط وتروح محطوط معاها عليها النص جنيه اهي، النص جنيه اهو اهو ما شاء الله. ممكن يتحط مع النص جنيه ده ايه بقى، يتحط معاه حاجات كتير قوي، ممكن سبينر زي ده اهو معاه شيكابون، هي دي الفكره اللي احنا بنقول عليها شيكابون كده بقى، وتلف وتحط في قلب البخت الصيني كده بقى منتج ب2 جنيه. الطفل طبعا لما هيفتح هيلاقي النص جنيه مع لعبه مع شيكابونايه، هيفرح جدا جدا وهيبقى مبسوط وحلو زي الفل. معانا ايه تاني؟ معانا الفكره اللي بعد كده اهي، هي برضك النص جنيه. احنا بنتكلم دلوقتي في كل الافكار من نص جنيه، النص جنيه معانا ممكن نحط معاه الصوره زي دي حزازه اهي اهي ما شاء الله، وتحط معاه ايه؟ تحط معاه الشيكابونيه برضه كده بقى منتج ب2 جنيه، حلو جدا يتباع سهل وبسيط، والطفل لما يفتح يلاقي النص جنيه هيبقى كده الكارت هيبقى 20، هيبقى 20 كارت 20 ظرف على الكارت، بيتباع بكام؟ بيتباع ب30 جنيه، حلو جدا في مكسب حلو. طبعا نحط 5 جنيه في 10 اكياس يعتبر مع شويه العاب صغيرين، فكره بسيطه وسهله منها المكسب يبقى حلو، ومنها الطفل هيسحب يلاقي النص جنيه، ومنها الحاجه الثالثه اللي الكارت ان شاء الله باذن الله سوقه هيمشي بسرعه، هيبقى 10 ازرق منهم البخت بنص جنيه ب5 جنيه. لو حسبت الحسبه هتلاقي 5 جنيه وحاجات اللي هي البسيطه دي مش مكمله اصلا 5 جنيه، هي كمان ولا حاجه، يبقى الحسبه كلها بتاعت الكارت ممكن تدخل لك في 15 جنيه او 20 جنيه، يبقى في المكسب 10 جنيه في كل كارت، حلو جدا ما شاء الله تبارك الله. دي فكره حلوه جدا. معانا ايه تاني؟ معانا طبعا فكره الشوكولاته. طبعا الاثنين بتاعه الشوكولاته دي الاثنين بيتباعوا بجنيه، لا احنا هنعمل فكره حلوه جدا، هنروح حاطين الشوكولاتايه اللي هي الكره الشوكولاته دي اهي، نروح حاطينها وحاطين معاها برضك لعبه هتبقى حلوه وملفته وجميله اهي، معاها لعبه زي دي نبله اهي، نبله تتحط كده نبله اهي، بس للاسف بس عشان مش معايا حد يصور النبله، ودي ممكن نحط معاها شيكابونيه تاني، هات ب20 جنيه شيكابونيه هيرمي معاك حلو جدا ما شاء الله اهي ما شاء الله تبارك الله كده، وتلفها وتحطها بردك في الحاجه اللي هتبيعها المنتج ب2 جنيه، حلو جدا ما شاء الله تبارك الله. معانا الشوكولاتايه ممكن تحطها وتحط معاها اي شيء تاني، ممكن تحط معاها الكوتشينه اهي، وتقفل كده بقى منتج ب2 جنيه، حلو جدا جدا جدا. فكره كل ما بتعمل شغل وكل ما بتنزل افكار من دماغك الدنيا معاك بتبقى احسن واحسن ما شاء الله تبارك الله. ربنا يوسع علينا وعليكم ويكرمنا ويكرمكم يا رب العالمين. انتظروا الفيديو جامد جدا جدا جدا، الكارت بيبقى عليه 20 بيتباع ب30 جنيه، لو اتباع معاك جمله يبيعه ب25 جنيه، حلو جدا برضك في مكسب حلو، هيبقى هيطلع لك في كل كارت 10 جنيه، لو عملت 100 كارت هتكسب ما شاء الله تبارك الله حاجات حلوه جدا جدا جدا. شارع بين الحارات ده في رمسيس، متفرع من شارع الفجاله كلوبي، انزل رمسيس واسال 100 واحد هيدلك ما شاء الله تبارك الله. اسهل واحلى مشاريع تعملها من شارع التوفير، شارع بين الحارات وباب البحر الاتنين جنب بعض، اي مشاريع تخطر على بالك ب500 ب1000 ب2000 ب3000 ب10000 هتلاقيها في شارع بين الحارات ما شاء الله تبارك الله. لو عجبك الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة عشان نوصل حضراتكم كل جديد، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.